فقرتنا دلوقتي مع واحد من أشهر فناني الرسم على الرمال في الوطن العربي، رغم صغر سنه إلا أنه شارك في أكثر من 100 معرض في مصر ولبنان وهولندا. ابتدى يمارس موهبته دي من سنة 2008، وإلى حد كبير الرسم على الرمال يمكن مش ناس كتير تعرفه، ففرصة اللي احنا نعرفكم عليه، لأنه كمان هو يعتبر من الفنون الحديثة. عمره قصير إلى حد ما، لكن مايكل روماني هو يعتبر دلوقتي من أشهر فناني الرسم على الرمال في الوطن العربي. نهارك سعيد يا مايكل. صباح الخير. صباح النور. مش ناس كتير حقيقة تعرف الرسم على الرمال، فأول حاجة أحب أعرف منك إيه هو الرسم على الرمال، وإيه هي الأدوات اللي بيستخدم فيها؟ الرسم على الرمل هو فن حديث عمره حوالي يعني 20 سنة أو 25 سنة بالكتير قوي. هو بدأ بعدد محدود من الناس في أوروبا وفي كوريا وفي الوطن العربي برضو، بس بدأ الفن يتشهر خصوصا في مسابقات المواهب السنين الأخيرة دي. هو عبارة عن فن الرسم بالرمل على لوح زجاجي في صندوق، صندوق بيبقى فيه إضاءة معينة بشكل معين، الرملة تتحرك على سطح الإزاز وبيبقى الإضاءة من تحت، بحيث إن الصور بتبقى ورا بعض وبيبقى فيه موسيقى شغالة، بتبقى قصة كاملة متكاملة بتترسم بالرمل. يعني هو بيعتمد في شكل التقديم بتاعه على القصة، قصة يعني لازم يكون قصة ومصاحبة بالموسيقى. مصاحبة بالموسيقى، لأن ليه هو لازم يكون قصة؟ لأن هي رسومات ورا بعض، زي هو فكرته زي فكرة خيال الظل كده. انا بيبقى حسيت كده فعلا، لسه كنت هسألك كده. بيبقى المشاهد بيشوف رسومات ورا بعض هي القصة بتاعته، لكن مفيش كلام، بتبقى يا إما موسيقى أو أغنية مصاحبة للقصة، هي بتناسب الرسومات. طب يا ريت نشوف الفيديو برضو لو جاز معانا واحنا بنتكلم كده، عشان الناس تبقى متخيلة. يعني متهيألي احنا شفناه يمكن في تتر مسلسل لغادة عبد الرازق السنة اللي فاتت، مش كده؟ مظبوط. كنت انت اللي عملت لا لا، مش انا اللي مش عملته، انت اللي كانت عملته، بس فنانة. هو ده الفن، الرسم على الرمال. مظبوط، هو ده فن الرسم بالرمل. مين اشهر الناس اللي بيمارسوا الفن ده في مصر تحديدا هو في مصر، غيرك يعني؟ في مصر في 2 أو 3 هما اللي بدأوا يبقى الموضوع بروفيشنال معاهم، فالعدد مش كبير خالص يعني. هو لكن في ناس دلوقتي بنحاول نعمل ورش عمل، وبنحاول نشوف الناس اللي هي مهتمة، وبالذات الناس بتوع فنون جميلة والكليات الفنية. انت خريج فنون جميلة يا مايكل؟ لا أنا خريج هندسة، بس هو الموضوع موهبة يعني. أنا من صغري برسم الرسم العادي، وبدأت أرسم الرسم بالرمل ويعني عملت فيه شغل كويس. ايه اللي اتعرفت على الفن ده ازاي؟ يعني دايما الواحد بياخد حاجة هو عارفها او كده، انت اتعرفت على النوع ده من الفن ازاي؟ أنا شفت فيديو سنة 2008، كان أول علاقة ليا بالفن دوت. كان فنان كوري، ده من أول الفيديوهات اللي كانت موجودة على الإنترنت يعني. هو الفيديو كان تقريبا تاريخه 2003. الفيديو عجبني جدا، وكان أول مرة أشوفه، كانت فكرة رائعة بالنسبة لي، حاجة جديدة. وأنا أوريدي عندي شغف في الموضوع، الرسم العادي والحاجات اللي فيها إبداع وتخيل، وده جزء برضو من دراستي في الكلية، موضوع التخيل والحاجات المساقط وثلاثية الأبعاد دي. ف مش بعيد عن دراستك مش يعني. بعيدة إلى حد ما ليها علاقة يعني. ف أنا جربت الموضوع وبدأت، طبعا أنا بشوف الفيديو اللي شفته على الإنترنت عبارة عن فيديو قصة مرسومة، لكن أنا مطالب مني بقى إن أنا عايز أعمل كده، فهكتشف مع نفسي أجيب إيه وأستخدم إيه، لأن محدش هيعلمني، هجيب ايه واستخدمه ازاي عشان اطلع اللي انا شفته. فبدات اجيب لوح ازاز زي ما احنا شايفين في الصوره، وعليه الرمل اللي هي واضحه. ده انت ده صح؟ اللوح الازاز ده محطوط على لايت بوكس او صندوق مقفول فيه اضاءه من في تحت، اضاءه من تحت، والمكان بيبقى ضلمه دم، بحيث ان مصدر الاضاءه الوحيد بيبقى الـ 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 الصندوق المضيء ده. والرمله بتبقى رملة ناعمة جدا، بحيث انها بتبقى سهلة ان تتحرك عشان ارسم بيها، واعرف اعمل كنترول عليها كويس وارسم التفاصيل بيها. زي مثلا رسمة زي ديت كده، في احنا شايفين شخصين وفي تفاصيل العينين والمناخير يعني بتفرش الرملة الأول وبعدين تبتدي تعمل التكوينات اللي انت بتعملها او الرسم اللي هو انت بتعمله. بيبقى ليها كذا طريقة يعني. انا الرملة بتبقى على الجناب اللوحة او بتبقى بره، بيبقى الفريم بتاعي فاضي، وانا ببتدي استخدم الرمله وبرسم في الفريم وبخرج الرمله
وببتدي ادخل واطلع بحسب الترتيب اللي انا عامله في السيناريو بتاعي، وطبعا مع مصاحبه الموسيقى، ويبقى بيبقى الموضوع ده متصور وبيتعرض على المشاهد اللي بيبقى قاعد بيتفرج. ده بيتعرض ازاي بقى؟ من خلال بروجيكتور مثلا؟ بروجيكتور يعني الكاميرا بتبقى بتصور من مكان فوق اللي هو اللوحه، المساحه، اللوحه اللي انا بستخدمها، وبتبقى بتطلع الصوره دي بتبعتها على البروجيكتور، يبقى المشاهد هو شايف البروجيكتور وشايفني وانا برسم، فتبقى حاجه مبهره يعني. بتبقى على الهوا كده وانت المزيكا شغاله زي الشو يعني، زي شو مسرح، يعني عرض. شو على مسرح او شو في حفله يعني. طب تعالى نشوف الفيديو بقى عشان برضو الناس تستوعب الفكره اكتر كده، ونرجع نكمل كلام. اوكي. طيب عايزه بس اسالك قبل ما نشوف الفيديو ده، الرسومات دي والحاجات اللي انت بتعملها اللي هي اللي على الهوا دي، اللي انت بتكون راسم لها سكتشز من قبلها؟ اكيد اكيد. يعني كل السيناريو ده انت رسمه سكتشز؟ انا بعمل قصه كامله، بألف قصه كامله يعني. انا مثلا اتكلم، انت بتالف كمان القصه؟ بألف القصه وبختار الموسيقى وبركب تسلسل الاحداث مع الموسيقى بتبقى مناسبه ليها، وبعمل قصه كامله يعني، بدايه ووسط ونهايه، وبتبقى على حسب يعني القصه اللي انا عاملها ايه. يعني زي الفيلم القصير بس من خلال رسم على الرمل. زي الفيلم القصير او زي اي فيلم او اي قصه. وزي ما المخرج ممكن يرسم كادراته من خلال كده سكتشز او زي فيلم الكرتون برضو يعني. ايوه زي الكرتون، او زي حتى في مخرجين كتير بيرسموا الكادرات بتاعتهم قبل ما يصوروها، فانت بتعمل ده كله بيبقى موجود قدامك وانت بتنفذه بقى على الهوا. لازم بعمله على الورق الاول وبعد كده ببتدي انفذه بالرمل يعني. طب ده والله فكرة لطيفة جدا. انا ممكن اي حد يتعلمها يا مايكل ولا صعبة؟ ولا لازم يكون عند ايه التالنت اللي لازم تكون عنده؟ هو موضوع مش صعب، بس هو لازم يبقى فيه حاجات موجودة عشان حد يبتدي يتعلم الفن ده. هو ايه بقى؟ لازم يكون بيعرف يرسم الرسم العادي، لازم يكون عنده موهبة الرسم. دي حاجة اساسية. غير كده مش هيقدر. وبترسم بايدك يعني؟ بستخدم ايدي بس. بتستخدم ايدك بس؟ بس هو بالتدريب وشوية مبادئ كده في حركة الرملة وازاي عامل كنترول على الرمله. اي حد بيعرف يرسم يقدر يعمل ده ولا مش شرط؟ يقدر يبتدي ومع شويه مبادئ كده يحضر ورشه عمل مثلا. صعوبته في ايه بقى؟ هو ملوش صعوبه، بس هو لازم يبقى الشخص بيعرف يرسم، ولازم يبقى عنده حته الابداع والتخيل، ان هو هيبقى مسؤول ان هو يعمل قصه ويختار الموسيقى وهيجهز كل حاجه وهيعرضها، ولازم كمان يبقى عنده حته ان هو يبقى هيعرض الموضوع دوت مثلا في حفله لايف، فمش هيقف، مش عارف يغلط ويمسح. ما ينفعش يغلط، فلازم يبقى هو متعود او مجهز الكادرات بتاعته بحيث انها تبقى ماشيه مع الميوزك اللي شغاله، ما ينفعش يمسح ويرجع. فهي محتاجه بس شويه تدريب وشويه. ليه ما يمسح ده رمل يعني؟ ما يمسح بالرمل لا، هي ليها طريقه معينه زي ما هتشوف الفيديو. يعني ما ينفعش مثلا اهد اللي انا بنيته، يعني بفضل ارسم في لوحه كامله بعد كده اهدها او اعمل غلطه فامسح، فمش هتبقى اتراكتيف قوي يعني، يبقى فيها مشكله للمشاهد يعني. مايكل، انت قلت لي ان انت شاركت في برنامج Arabs Got Talent. مظبوط. ايه شكل المشاركه بقى؟ احكي لي عن مشاركتك في البرنامج. هو برنامج المواهب العربيه Arabs Got Talent. كان الموسم الاول، انا دخلت الموسم الاول، وصلت المرحله قبل النهائي، بس هما للاسف ما عرضوش الفقره بتاعتي. ليه؟ مش عارف. يعني يعني وصلت التصفيات قبل النهائيه؟ وصلت تصفيات، كان استاذ عمرو اديب في الموسم الاولاني. ونجوى كرم، واستاذ اسمه الثالث اسمه ايه مش فاكر، علي حاجه، علي. استاذ علي، مظبوط. ادوني 3 يس ووصلت تاهلت المرحله قبل النهائي. بس هم قالوا ان الناس اللي اخذت يس كانوا عددهم كبير فاختاروا ما بينهم. بس فهم قالوا لي انت مش معانا يعني. بس فانا وصلت للقبل النهائي بس ما كملتش يعني. بس لو كنت كملت شايف ان ده كان ممكن يفيدك ازاي؟ اكيد كان هيبقى حاجه كويسه يعني، تبقى اضافه. طبعا هو البرنامج بيتعرض في الوطن العربي كله. الفن ده محتاج اللي يتسلط عليه ضوء اكتر يعني. يعني بتعملوا الشوز بتاعتكم دي ازاي؟ شكل الدعايه اللي بيتعمل لها، هل الناس عارفه عنه بالقدر الكافي ولا لا؟ هو بدا يتشهر مؤخرا زي ما قلت لك في السنين الاخيره، لان هو بدا يطلع في مسابقات المواهب حتى اللي مش عربيه يعني، الاجنبيه. في فنانه مشهوره جدا في اوكرانيا اسمها اكزينيا سيمونوف، دي يعني من اشهر الفنانين رسم بالرمل. يعني انا شايفها هي تعتبر يعني الاولى بينا يعني. هي فنانه موهوبه جدا وسريعه جدا، وكل فنان ليه ستايله يعني، بس انا
انا شايفه ان هي من احسن فنانين رسم بالرمل. نعم. وانت تعرفت على الناس اللي بترسم بالرمل؟ متهيألي عددهم مش هيبقى كبير قوي في العالم، فممكن تكون عددهم قليل. بتتقابلوا يعني في معارض او كده؟ هو انا ما قابلتش حد في معارض غير المصريين. ليه علاقه ببعض الفنانين الاجانب بس على الانترنت يعني، ما قابلتهمش. فنانين في امريكا وفنانين في اوروبا برضو وفي امريكا. طيب نشوف الفيديو بقى ونرجع نتكلم. okay. The end.
It's a story فعلا يعني قصة قصة بالرمل بالرسم على الرمل جميلة بالظبط. جدا. كنت بقول لك واحنا بنتفرج على الفيديو ان في ان الرسم فيه ديتيلز صغيرة قوي، وانت بتقول انت بتستخدم صوابعك بس. مظبوط. طب الديتيلز دي ازاي بتعرف تتحكم فيها يعني التفاصيل الصغيرة دي في ما هي دي الممارسة اللوحة؟ وهي دي قوة الموضوع، ان انا بستخدم صوابعي بس، ان انا بعمل التفاصيل الصغيرة في الرسم، وده اللي بيدي موضوع الإبهار. يبقى قاعد يتفرج بيشوف ان في رسومات بتتكون قدامه بسرعة، وهو شايفها من ساعة ما بتتكون لغاية ما بتنتهي، وانا ما بستخدمش غير صوابعي. فهو ده الإبهار في الفن. بس ده لو واحد مثلا صوابعه تخينه شويه يعمل ايه في الديتيلز اللي هنا دي؟ يعني ده فيه شوف ديتيلز كده هي صغيره جدا. محتاجة ممارسة ومحتاجة برضو مجهود يعني. بس انت كنت بتقول يا مايكل ان في فرق ما بين كل فنان والتاني، الفروقات دي بتبقى في شكل في ايه يعني؟ هل كل واحد ليه تكنيك مختلف؟ والتكنيك المختلف ده بيكون في ايه بالظبط؟ هو موضوع الرسم بالرمل زي اي فن يعني، زي الغنى، زي الرسم العادي يعني. كل فنان بيبقى مختلف على التاني بستايل فنه وبطريقة تقديمه، فهو الرسم بالرمل بالظبط كده نفس الكلام ما يعني. بتبقى في ايه بقى التفاصيل الاختلاف ده في ايه؟ في التخيل، القصة، نوع القصة، طريقة الرسومات، طريقة الخروج من رسمة لرسمة تانية، نوع الموسيقى، طريقة التفاصيل برضو، رسم التفاصيل، سرعة الرسومات برضو، فبتبقى مختلفة من واحد لواحد. بس هي حلوة قوي يعني. انت بيبقى فيه رمل بتفرشه وبعد كده بتستخدم رمل تاني تحطه وتزيحه مظبوط. يعني بجد لطيف. طب انا ينفع اتعلمه؟ ما بعرفش ارسم. لازم تكوني تعرفي ترسمي. لا ما بعرفش، يبقى انا اروح اتعلم ارسم الاول وبعد كده اجي اتعلمه. ايه اهم الجوائز اللي انت فزت بيها يا مايك؟ انا اصلا خريج هندسه في جامعه القاهره. جامعه القاهره كانت عامله مسابقه مواهب كليه الهندسه، انا خدت الجائزه الاولى. دي كانت 2010. جوائز تانية كانت جوائز بقى يعني، حاجات بقى في المدرسة وكده، مش حاجات كبيرة طب أوي. واللي يحب يحضر عروض لفن الرسم على الرمل يحضر فين؟ احنا عملنا ورشة في الأوبرا من شهرين كده، كانت عدد صغير، كان أول مرة بس بنجرب نشوف الموضوع الناس هتستقبله إزاي. كان الحضور كويس، كانت عبارة عن ورشة تجريبية. وده هيبقى بنجهز للورشة الأكبر في الصيف إن شاء الله. الصيف اللي جاي هتبقى ورشة كبيرة هنعلم فيها الفن دوت. بس العروض نفسها؟ هنعلم فيها كل حاجة. لا العرض يعني، لو عايز احضر عرض العرض مش ده ورشة. العرض ده بيبقى على حسب بقى العروض يعني. أنا بعمل عروض في ساقية الصاوي، في الأوبرا، حفلات خاصة برضو، تبقى على حسب العروض اللي بعملها. طب نقدر نتابع ازاي بقى شغلك؟ لو الناس عايزة تتابع شغلك تتابعه على ايه؟ انا عندي البيج بتاعتي على الفيسبوك اسمها مايكل رومانيز ساند شوز. ساند مايكل رومانيز ساند شوز. رومانيز مايكل طب قول لنا السبيلنج معلش عشان ام اي سي اتش اي اي ال روماني ار او ام اي ان واي ابوستروف اس ساند شو ولا شوز هو الاسم طويل شويه بس عشان مايكل رومانيز ساند شوز على فيسبوك لو عايزين تتابعوا اعمال مايكل. ولو حبيتوا الفن ده اكيد في عروض في ساقية الصاوي، في الاوبرا، وفي اكتر من مكان. تابعوا على صفحه مايكل، وانا اول واحده الحقيقه هروح اتفرج لاني فعلا لطيف جدا يعني. بشكرك جدا يا مايكل، ميرسي الفنان ليكي. مايكل روماني من فناني الرسم على الرمل. فقرتنا خلصت مع مايكل، لكن فقراتنا ما خلصتش في نهارك سعيد. راجعين بعد الفاصل.